السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء مستوى الثالثة إعدادي، مرحبا بكم. إذن في إطار الاستعداد للامتحانات المحلية خاصة بالدورة الأولى، أقترح لكم هذه الفيديوهات من مقرركم الخاص بكم علوم الحياة والأرض SVT، والفصل مهم جدا هو الإبراز البولي الإكسخيسيون يومينيغ، مهم جدا الموضوع. إذن سوف أقترح لكم عدة فيديوهات مركزة. إذن في البداية نتعرف على العنوان ديال هذا المقطع الأول، لورين ليكيد شارجي دو ديشي. لورين هو البول، وسائل بيولوجي غني بالنفايات أو الفضلات أو المخلفات. أول شيء نقوم به هو طرح بعض الأسئلة التي نحاول من خلال الفيديوهات القادمة نقدم لكم بعض التفسيرات. جو بوز لو بروبليم، أطرح إشكالية. توت لي سيلول de l'organisme sont le siège de réactions chimiques. كما تعرفوا بأن الخلايا ديال الجسم، على مستوى الخلايا ديال الجسم هناك تفاعلات كيميائية مختلفة، des réactions chimiques. Au cours de ces réactions apparaissent des déchets. إذن من خلال التفاعلات الكيميائية كما يعرف الجميع، من بين مخلفات النفايات أو الفضلات. Ceux-ci sont pour la plupart toxiques. L'excrétion urinaire a pour fonction de rejeter hors de l'organisme certains d'entre eux. Et donc, يجب على الجسم كذلك التخلص من هذه النفايات الخطيرة والسامة. Et donc d'assurer l'épuration du sang. Et donc, الهدف من هذا الشيء هو تصفية الدم من مخلفات الخلايا السامة والنفايات السامة. Toutes les cellules de l'organisme sont le siège de réactions chimiques. يجب عليك معرفته أيها التلميذ العزيز أن على مستوى الخلايا هناك تفاعلات كيميائية، ومن خلال هذه التفاعلات الكيميائية تظهر من بين نواتج هم الفضلات ديال الخلايا. Ceux-ci sont pour pour la plupart toxiques. إذن تكون سامة جدا على الجسم الإنسان، إذن يجب على الإنسان أن يتخلص منها بشتى الوسائل. ألوغ من بين التخلص منها هي الإكسخيسيون أورينيغ، معناها الإبراز البولي. الإكسخيسيون أورينيغ أبور فونكسيون دو روجيتي، إذن هو الوظيفة ديالو، أبور فونكسيون دو روجيتي أور دو لورغانيزم سيغتان دوطخ أو، إذن داسيغي لا بيوغاسيون دو سون. Comment peut-on interpréter la composition chimique de l'urine? D'abord, خاصنا نقومو بتحليل الكيميائي ديال البول. Comment peut-on interpréter la composition chimique de l'urine? البول هذا السائل البيولوجي المليء بالفضلات، خاصنا نبدا نقومو بدراسته في هذا الفصل ديال الإبراز البولي. مهم جدا هذا الفصل. كيلي لورغان، نحن نعلم أن الكليتين هو هي كلية كعضو أو كليتين كعضو هي المسؤولة على تصفية الدم. كيلي دونك لورغان كيسيغ ليبيغاسيون دو سون.